الفحوصات الدورية اللي نحن بننصح فيها للنساء بعمر العشرين سنة هن الفحص السنوي للضغط، الفحص السنوي للسكر، للكوليسترول وأمراض القلب، للعيون، للأسنان. أيضاً الفحوصات الدورية للصحة النفسية مشان نشوف إذا في أي نوع من الاكتئاب، أي نوع من القلق. أيضاً اللايف ستايل أو التغذية المنيحة، النوم المنيح، الرياضة الدورية، وإذا كان في نوع من التدخين كمان نحكي بموضوع التدخين. الفحص الذاتي للثدي اللي هو حيكون شهرياً، فحص الماموغرام اللي هو بيتم بعد عمر الأربعين سنة، فحص الثدي خلال السونار حيكون سنوياً أو كل ثلاث سنين بعد عمر الخمسة وثلاثين، فحص منظار الكولون اللي بيكون بعد عمر الخمسة وخمسين سنة، وفحص هشاشة العظام بعد الخمسة وستين سنة.